وانا شايف انه هذا الموضوع يحتاج الى مواجهة اعلامية. يعني شايف ان الموضوع ده محتاج مواجهة اعلامية من وجهة نظري، بصرف النظر عن المحتوى. ولكن النهاردة فوجئت بمجموعة الوايت نايتس، اولتراس الوايت نايتس الزملكاوي، مطلعين بيان انا شايفه انه بيان سخيف وبيان غير محترم بالمرة، وبيان بيفكرني بالأموات اللي عايزين يرجعوا الحياة من تاني. يعني ازاي؟ ناس خلاص نسيناهم ولا عايزينهم يرجعوا ولا عايزين أشكالهم، لأنهم دول يعني أو أغلبهم للأسف الشديد ضل الطريق وراح يستأجر عشان يهدم البلد تحت مظلة الرياضة. وانتوا عارفين مجموعة الوايت نايتس الزملكاوي وعلاقتهم بحازمون وما أثبتته التحقيقات في هذا الشأن وتدخلهم في السياسة وأنهم اتخذوا من المدرجات وسيلة علشان خاطر يهدوا البلد، وما فيش حد في الشعب المصري عايز الأشكال دي ترجع تاني. فهم طبعا لقيوا أن الخريطة بتتشكل من جديد، ولقيوا انه خلاص ما بقيش ليهم لا دور ولا ليهم وجود. قال لك يا عم نزغزغ السوق نقول ان احنا موجودين، راحوا مطلعين بيان نهيق طبعا انهم يعني بيان ناري ضد مرتضى منصور، ومرتضى منصور يرد، انا ماليش دعوه ما بردش نيابه عن مرتضى منصور، ولكن انا اللي لفت نظري في البيان انهم هم بيهاجموا مرتضى منصور، بيهاجموا الدولة. وهنا أقف كثيرا، لأن ديل الكلب عمره ما يتعادل أبدا مهما تجمع لهؤلاء من مبررات. دول ناس ضد البلد، دول ناس ضد القانون، دول ناس ضد النظام، دول يعني بيفكروك بالجماعات المتطرفة أو الإرهابيين أو اللي نصبوا نفسهم حماة على الدين. فأي حد مسلم يقول لك لا مش زينا، إحنا اللي بندافع عن الدين وإحنا أصل الدين. أي حد غيرنا ده يعني مسلم في البطاقة، واخد بالك؟ زي يعني جماعات كتير بتنتهك هذا النهج، دون أن أتعرض لشيء من ليس في اختصاصي. يعني هم بيعتبروا أي مشجع للزمالك، اي مشجع للزمالك لا يعني ده مشجع عادي، لكن هم المدافعون عن الزمالك وحماة الزمالك. واحد اسمه محمد رمضان بيقولوا اسمه سيدك مرتضى، سيدك وسيد اللي جابوك يا متخلف، سيدك وسيد اللي جابوك، انا سيدي ربنا، لكن العبد اللي زيك يبقى سيده مرتضى، لان اللي زيك عبد ومتخلف. ومحدش يقول لي ما تردش، انا بحب ارد، انا بحب ارد على الناس، يعني انا بحب ارد على الناس يا جماعه. عليا الناس دي مش بتسال ولازم ارد عليها؟ الناس دي مش بتسال ولازم ارد عليها؟ في ناس كتير قدامها 100 سنه عشان تفهم احنا بنعمل ايه، وعشان تفهم ايه الدور اللي احنا بنأديه. لسه قدامها 100 سنه، سيذكر لكم يوما التاريخ الدور اللي احنا بنأديه بفضل الله في تقديم اعلام مهني محترم. المهم العيال دي اللي هم الوايت نايتس انتهوا من الوجود بلا رجعة، واصبح ملهمش اي قيمة. وشوف البيان اللي كتبوه، يعني بيهاجموا مرتضى منصور هجوم شرس، ومرتضى منصور يرد، هو حر يرد عليهم زي ما هو عايز، يرفع قضايا، يقفل الصفحة، ده هذا وشأنه، لأن أنا لست مفوضا بأن أنا أتكلم بلسان حد. ولكن وأنا بحلل معاكم البيان لازم أقرأه لكم في الأول. بص يا سيدي الفاضل البيان وركز معايا فيه. بص، تمر السنوات وتتعاقب الأعوام وتذهب الأجيال وتأتي أجيال، ووحده يبقى الزمالك، يبقى بجماهيره وفرسانه الأوفياء، يحيا بهم ويحيون به، ونحن بصفتنا
جزء من جموع العاشقين والمهووسين نتابع ما يحدث في الآونة الأخيرة من فشل. طبعا هم مهووسين رسمي وضد النظام وضد القانون وضد البلد قبل ما يكونوا ضد نادي الزمالك، لأنهم دول وباء على المجتمع ووباء على نادي الزمالك، واخد بال حضرتك؟ ونحن بصفتنا جزء من جموع العاشقين والمهووسون نتابع ما يحدث في الآونة الأخيرة من فشل لمجلس إدارة الملعون على جميع الأصعدة داخل النادي، بداية بالوعود الكاذبة من شخص اعتاد على الكذب. طب لو رجالة ما كنت تقولوا اسمه، علشان بينفخكم وبيعلمكم الأدب، دي حقيقة يعني. وهو على فكرة إذا كان هناك إيجابيات لمرتضى منصور فمن أهمها التصدي لهؤلاء المجموعات المرقة. بالعكس يا ابني، انتوا متخلفين، انتوا من صنعتوا اسم مرتضى منصور داخل الزمالك لما دخل معاكم معارك ولما دخل معاكم في مشاكل وانتصر عليكم، وده أعلى من أسهمه، لأنكم انتوا في الفترة دي وما زلتوا كنتوا ضد الدولة وما كانش حد قادر يواجهكم، وكان كله مذيعين وإعلاميين بيحاولوا يتوددوا ليكم عشان ينالوا رضاكم وما يشتموش في المدرجات، وانتوا كنتوا شلة أبيضة تهاجموا اللي ما يدفعش وتمدحوا اللي يدفع، إلى أن انحرفتوا واتجهتوا إلى السياسة وأصبحتوا وباء على هذا الأمة وخبر كبير، وانتوا ما زلتوا كألتراس وايت نايتس أخطر مجموعات على أمن البلد، وأنا عارف بقوليها، وأتمنى فتح ملفهم من جديد بعد هذا البيان. منذ عودة هذا المجلس المشؤوم مرة أخرى إلى قلعتنا البيضاء، ما رأينا إلا فشلا مكرر في جميع الملفات والأزمات، بداية من أزمة وقف نادي الزمالك لمدة فترتين عن قيد لاعبين جدد في الفريق الأول لكرة القدم، الأزمة التي تسبب بها هذا الملعون ومجلسه في الأساس. ده شيء يرد عليه المجلس ويرد عليه النادي، أنا ماليش علاقة به. إلى أن وصلنا للوضع الحالي الذي لا يسر أحدا من المنتمين إلى نادينا العريق، ووعود متكررة كاذبة بالتجديد للاعبين التي تنتهي عقودهم، ثم الفشل مرة أخرى، عملية تفريغ متكررة للفريق الأول لكرة القدم، وهو ما عانينا منه لسنوات وسنوات مع مجلس الإدارة الفاشل. برضه ده شيء يرد عليه مجلس الإدارة، ماليش دعوة بيه. ندعو مرة أخرى جميع جماهير الزمالك الحرة بالاصطفاف والتوحد أمام هذا السرطان اللعين، ومحاولة تفادي ما هو متوقع ومعتاد في عصر هذا المدعو المريض. برضه ده شيء لا يعنيني، يرد أصحاب الشأن. ونؤكد لكم الحقيقة مرة أخرى من منبر ألتراس وايت نايتس، التاريخ سوف يذكرك، يذكرك بما فعلت، ولن تكون يوما من أبطال ورموز هذا الكيان العريق، ولن تكون إلا الرئيس الأحقر في تاريخ هذا النادي، الرئيس الذي حرض ومنع وقتل جماهير وعشاق هذا النادي. هذا هو تاريخك الذي سيتذكره جمهور الزمالك في كل وقت وحين داخل مدرجات التلتا يمين. هذا وشأنكم بينكم ومن بعضنا، ماليش دعوة. وستبقى جماهير الزمالك هم ملاك ورموز ناديهم الحقيقيون، ومهما مرت السنين سيظل هذا النادي ملكا لجماهيره فقط لا غير. ويبقى السؤال منذ سنوات، أين الزمالك الآن من جماهيره التي ارتحلت خلف فريقها في جميع البلدان وملأت المدارج ضجيجا وغناء بحب الأبيض والدفاع عنه ضد كل المتربصين به؟ يحاولون استبدالهم بأجيال جديدة مختلفة لا يعرفون بشكل كامل ما هي ذلك المدرج التاريخي، مدرج التلتا يمين الذي اعتاد وجود فرسان الأبيض درعه وسيفه، هؤلاء الذين يعشقون ويبذلون كل شيء فداء له. هنا بقى أقف قليلا وأقول لك عدم اعترافهم بأي حد لأنهم مرضى وعندهم الصفوية، هنا الحتة دي لازم أرد عليها. لا، جمهور الزمالك كله جمهور محترم وجمهور عظيم، فيش حاجة اسمها استبدال جماهير، الجمهور بيشجع ناديه ويتفانى في حب ناديه، لكن انت عندك صفوية انك انت وفقط، انت وفقط، ودي الكارثة. وبسبب ما يحدث الآن، تعال بقى للنقطة دي اللي انا عايز اقف قدامها وارد عليها، وبسبب ما يحدث الآن من نظام معقد وغير طبيعي على الإطلاق تم وضعه لتقييد دور الجماهير
وتقليل شأنهم في المنظومة. نظام شركة تذكرتي خنقت أصوات الآلاف المخلصين الذي كان هديرها يحلق الصخر، وأصبح مدرج جماهير الزمالك يشكل بشكل وهوية مختلفة تماما، والتفاصيل يدركها ويعرفها المتسببين فيها. يعني بيعترضوا على نظام تذكرتي عشان بتحجز بالبطاقة، واللي يقضى على النص يتحاسب ويتمنع من الدخول. ده بالنسبة لهم حرام، لأنهم هم حياتهم مبنية على الفوضى. وفي دراسات يا جماعة اتعملت على المجموعات دي في العالم كله، هم يعيشون في الفوضى ويكرهون القانون ويكرهون النظام ولا يستمعون لأي تعليمات ولا أوامر، ده في العالم كله. وهم على فكرة جزء من الجنون اللي في العالم، وفي دول تصدت بيه زي انجلترا وأدبتهم وحبستهم ونكلت بيهم إلى أن منعتهم وأصبحت المدرجات خالية منهم. خلي بالك من النقطة دي، نظام تذكرتي مش عاجبهم. أنا أرد على ما يخص بلدي، أما هجومهم على مجلس الإدارة ولا ليا دعوة بيه. مجلس الإدارة عنده 400 مليون واحد بيقبض يرد، وعنده منصات للركب، ماليش علاقة بحد، أنا ما بردش نيابة عن حد، ولكن أنا برد نيابة عن بلدي في الحاجات اللي هي أصلا مش عاجباهم. بص قال لك إيه، وكلمتنا الآن موجهة إليكم أنتم، إلى الألوف من أبناء المنحنى الجنوبي. مررنا بأوقات كثيرة أشد فيها ألم الغياب والبعاد الطويل عن رؤية مدرجاتنا البيضاء. تألمت المدرجات كما تألمنا، واشتاقت لزئير الأسود، فنحن لها وهي لنا. لكن يجب أن يسكن قلوبكم اليقين بأننا ما زلنا على الوعد والميعاد. إيه يا عم أنت داخل حرب، ده كورة، يخرب بيت التربية والأخلاق اللي أنتوا عليها دي. إيه يا عم ده كورة يا عم، ده اسمع بس اللي جاي، اسمع اللي جاي، اسمع اللي جاي. سنأتي ونعود إلى مدارجنا من جديد، لكننا سنعود لنكون الصورة الكاملة وليس جزء من الصورة. ده الكلام الموجه للدولة صراحة. سنعود بالأهازيج والأدوات والدخلات، ونحن نملك قرارنا. لن تنحني رؤسنا ونعرض أدواتنا لأحد أو لجهة من أجل الموافقة ونصبح مجرد أتباع. لن نعود كعرائس الماريونيت حتى يكتمل بنا مشهد. إن لم نستطع فعل ذلك فنحن ننتصر لكرامتنا ومبادئنا قبل كل شيء. نعم، نحن يلامسنا في كل وقت الحنين إلى مدرجاتنا البيضاء، لكننا قوم إذا اشتدت علينا الظمأ لا نشرب الماء المخلوق بالذل. لا نقبل بأن نهان كرامتنا أو كرامة أصغر فرد من جماهير الزمالك وأولاد المجموعة مهما كان العائد. فنحن كما عرفتمونا دائما نقود ونأبى أن نقاد. أنت تعرف لما قريت في مبادئهم زمان، وأنا كنت عملت أبحاث في ده، بيعتبروا الداخلية ورجال الشرطة نظام فاشل، وإنه مقيد للحريات، وإنك أنت الناس اللي بتطبق القانون دي بتمنعهم من إنهم يأدوا. يعني عايزين يبقوا عرايا، يسكروا في المدرجات، يعملوا اللي هم عايزينه، يكتبوا دخلات زي ما هم عايزين، يستخدموا الأمور. يعني في بعض دول العالم في منهم من تم تأجيره لمناصرة المثليين، وفي منهم من تم استخدامه لسب وإهانة الأنظمة، وفي منهم يعني مثلا قضايا رأي عام تلاقيهم في المدرجات بيتدخلوا فيها، وفي منهم من سب قوات بلده وجيش بلده، وفي منهم من تجاوز في حق شرطة بلده. فشايف الكلام؟ شايف العنجهية؟ شايف الكبرياء؟ دين الكلب لا يمكن يتعادل أبدا. اسمع اللي بقولك عليها، هجومهم على نادي الزمالك ده أنا ماليش دعوة بيه. يعمل اللي هم عايزينه مع الزمالك، هي في اللي يرد في الزمالك 900 مليون واحد شغال بيقبض، لكن البلد خط أحمر لازم أرد ورد ونص حتى لو كلامي مش هيعجب حد. اسمع بقى، قريبا نصرخ مرة أخرى، روح الألتراس هناك في المنحنى الجنوبي وتعود للزمالك جماهيره الأوفياء التي كانوا سنده في كل الأوقات في كل شدة قبل أي فرح. ورسالتنا الأخيرة إلى لاعبين نادينا الزمالك، أنتم تمثلون كيانا عظيم له جماهير بالملايين في كل أنحاء العالم. نعلم جيدا ما يدور في الكواليس من أجل توجيه الدرع. شوف بقى قلة الأدب،
وشوف اللي جاي ده من تعصب أعمى، وإن هذا الجيل دمر ما تبقى من الأخلاق والروح الرياضية. وجايين اصدق بالله البيان ده إذا كان مرتضى منصور نجوميته بتقل بعد البيان ده نجوميته تعلى. طبعا ده عايز تحليل كبير عشان أفهمه لك، وعايز دخول لأسباب وغرف مغلقة وكلام كتير. اهدى يا محمد عقاد، اهدى لما كنت بتكلم في حاجة، اهدى. مش كل شوية رد على جمهورك، رد على انت كل يوم ماسك لي رد على جمهورك. اهدى يا عقاد مش كده، اهدى يا عقاد مش كده، كان عقدت اللي جابوني. اهدى يعني قاعد بتكلم، لما خلص البيان اسأل زي ما انت عايز. بص يا بيه ركز معايا، بس ركز معايا، ركز معايا. وبعد كده في ناس بتلومني بتقول لي انت بتبقى عصبي. لا والله العظيم انا طبيعتي كده يا جماعه، بس يعني ماشي حقكم عليا. بص تعالى بس في شوف، عايز اقف هنا. بص من اجل توجيه الدرع الى منافسنا الاحمق، دي اشكال ترجع تاني مدرجات الروح الرياضيه بقيت حماقه، التنافس الشريف بقى عداء وعدوانيه. عيال ما لقاش حد يربيها يا جماعه، عيال ما لقاش حد يربيها. انا عايز اعمل لكم حلقه واقول لكم كيف استطاع مرتضى منصور بذكاء خارق ان يصنع نجوميته، وان يصنع ما لا يستطيع ان يصنعه احد ممن كانوا رؤساء في نادي الزمالك قبله من خلال هذه الشله الحمقاء. لان طبعا في فتره من الفترات الدوله ما كانتش لاقيه من يواجه هؤلاء. مرتضى جه وتصدر المشهد، واخد بال حضرتك؟ وحصل ده، وهو مشارك في نتائج كبير من ده، ولكن دي قصه كبيره اشرحها لكم فيما بعد. لكن بص شايف الكلام، بص منافسنا الاحمق، اسمع بس، والذي يستخدم كل الطرق القذره والغير مشروعه من اجل التتويج بالبطولات. ايه العيال المتخلفه دي يا جماعه؟ اسمع اسمع بس اسمع. بص يستخدم كل الطرق القذره والغير مشروعه من اجل التتويج بالبطولات، لكننا نثق في الرجال من لاعبينا على القتال للرمق الاخير من اجل التتويج بجميع البطولات المتبقيه من الموسم. كما نريد ان نؤكد بان لا مكان داخل هذا النادي للمتخاذلين او الهاربين او عبيد الاموال. هنا بيهاجموا طارق حامد، طب وبيهاجموا ابو جبل وبن شرقي خلي بالك، ركز معايا بس في البيان، لان البيان مليان اهداف مهمه جدا. او عبيد الاموال، ونريد ان نرسل كامل تحياتنا الى ناشئين وشباب نادي الزمالك، لطالما طلبنا بتصعيد الناشئين، فنحن نعلم من خرجوا من قلب جدران نادينا ومدرجاته، كما نعرف ايضا المتخاذلين ومن يلعبون لاجل المال. وبعد كده في الاخر قال لك ايه تنويه، مجموعه اولتراس ويتنكس لم يكن لهم حضور باي شكل من الاشكال في المباريات الاخيره لنادي الزمالك، ولن تكون حاضره لحين اشعار اخر. المجد للشهداء، الحريه للالتراس، الكره للجماهير. انا عايزك بس المجد للشهداء، كل الشهداء فوق دماغنا، والمجد ليهم ابد الدهر الى ان نموت. خليك في اللي جايه دي، الحريه للالتراس. يتعاملون مع النظام ويتعاملون مع الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية أنها كاتمة لحرياتهم. إيه هي حرياتهم؟ قلة الأدب، الفوضى، عدم تنفيذ القانون، سب الجيش، سب الشرطة، التقاول، عدم الروح الرياضية، الحرب مع المنافسين، هكذا هي. وعندهم انفصام الشخصية مرضى، هم مرضى عندهم انفصام الشخصية، لكن في الأخير عيال ضلت الطريق، عيال ضلت الطريق. وعلى فكرة في كثير من النجوم مؤيدين ليهم وبيتواصلوا معاهم وساعدوا على تدمير كل شيء. يعني مثلا شيكابالا على سبيل المثال، أنا هجمت كثيرا شيكابالا من مجموعة الألتراس، ولاعيبة كثيرة في الزمالك بتستمد قوتها من هذه المجموعات، وبتعتبر المجموعات دي درع وسيف ليها، وبتعتبر المجموعات دي درع وسيف ليها. يعني مثلا لما تيجي تقيم شيكابالا مثلا بيتعامل مع مرتضى منصور ازاي وهم بيكرهوا مرتضى منصور. بص عشان اجيب لك من الاخر
مرتضى منصور اصلا ما بيطقش اي حد ممكن يعمل نجوميه او يخلله بالنظام اللي هو بيحطه من دماغه. شيكابالا من الناس اللي بتخلف ده. طيب شيكابالا مداري مرتضى منصور اليومين دول ليه؟ هم في منظورهم انه ده امر واقع، فلازم شيكابالا يعمل كده من منطلق في قاعده في الفقه اسمه ايه؟ فقه الممكن. فقه الممكن يعني ايه؟ انا مش قادر اغير النظام بتاع مرتضى منصور. ماسنجر؟ يعني انا مش قادر اغير نظام مرتضى منصور، فاجريه لغايه لا تجيله مصيبه لا اما يغور من بعيد عني. لاما يقول انهم هم فقدوا الامل، مش قادرين على مرتضى منصور. مش قادرين على مرتضى منصور. الرمز بتاعهم وبالنسبه لهم شيكابالا هو الرمز. ما خلي بالك ايه؟ هم بيقول لك احنا ما بنجيش المدرجات، عشان كده ما فيش شتيمه في المدرجات. لكن بعض المواقف اللي تواجدوا فيها الموسم اللي فات زي السله اليد الكلام ده كان واضح جدا. شوف كانوا بيسبوا صالح سليم ازاي، شوف كان بيسبوا مجلس اداره الاهلي ازاي، شوف بيتكلموا عن المنافس ازاي. فدول عيال مش متربيه وعيال قليلات ادب. واخطر شيء على مؤسساتنا هؤلاء او العيال. وخلي بالك خطر على الاسر وعلى المجتمعات، وباتهم مش قادرين عليهم ومش متربيين وعيال صيع وشمال وكل حاجة. كل حاجة يا بيه عايز ايه من واحد غير مؤمن بقوانين؟ هو كده في العالم. اتمنى من حضراتكم ادخلوا وقروا عن العيال دي في العالم كله. عن العيال دي في العالم كله. يا محمد اهدى يا محمد. ابو هرجة اهدى يا محمد. يا ابو هرجة بيان ايه اللي من صنع مرتضى على صفحتهم الشخصية؟ صنع مرتضى ايه؟ صنع مرتضى ايه؟ ما تخليناش واحنا بنتكلم كده نحس ان احنا بنخاطب ناس ما بتفهمش يا صاحبي. انتوا ناس محترمين وفوق دماغنا يعني. بيان على صفحتهم ماسكين مرتضى غسلين وتقول لي بيان من صنع مرتضى؟ يعني انا بحب الناس اللي تفكر كده، ما تحسسنيش ان انا بهرط في ميه. ارفع من معنويات يا صاحبي مش كده. ما تحسسنيش ان انا غبي. يعني ارفع من معنوياتي، انا مش غبي يعني ان انا اشم ده ريحه مين اللي كاتبه؟ ولو كان مرتضى منصور تناخد دكتوراه في الملفات دي. فده بيان. انا طبعا يعني مستحيل يجرؤ اعلامي على شاشه ان يناقش ده، على الرغم انك انت كان تنجح وتعمل استقرار للكوره اهمها عنصر الجماهير، لازم تقارئ الراي بالراي. وانا كنت متابع الملف، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه السابق بذل جهد كبير وقعد معاهم، وفي النهايه ايقن ان دول لا يؤمنون بالدوله. طب يا ابني انتوا عايزين ايه؟ انتوا بتشجعوا كوره، عايزين ايه؟ اهو زي ما قال لك المنافس الاحمق الذي يستخدم كل الاساليب القذره للفوز بالبطولات، فعايز يولع في المنافس ويولع في المدرجات ويعمل لك دخلات ضد نظام الحكم. تقول له مالنا ومال السياسه؟ دول لو دخلوا ما فيش لا دوري ولا كاس. لا فينا دوري ولا كاس. دول لو دخلوا ما فيش كره مصريه. ولذلك انا عايز اقول لهم حاجه، البيان ده جاي متاخر. انت رايح الحج والناس راجعه، انت انتهيت من مجتمعنا. احنا في دوله قويه فتيه، لا يمكن اللي زيك يرجع لنا تاني. واطالب بمزيد، واطالب بمزيد من الضوابط للمدرجات لنبذ هذه المجموعه الضاله، المجموعه الفاسده المختله عقليا اللي عايزه تهد البلد من بوابه المدرجات وكره القدم. شوف ده بيان يكتبه عاقل يا جماعه، ده بيان يكتبه واحد عاقل. يعني تعال نتفق مثلا جدلا، تعال نتفق جدلا جدلا ان احنا كده مجموعه ضد مرتضى منصور، واديك شايف البلد ماشيه ازاي. اعمل بيان في الوقت ده اعلي بيه مرتضى منصور قدام مؤسسات واجهزه الدوله،
ولا التزم على كل خطر اقدر اوصل بالنادي بتاع البر الامان واناقش الحجه بالحجه واقول ان مرتضى منصور نجح في ايه وفشل في ايه، لان المرحله عايزه كده. خلاص مفيش عافيه، غصب عن عين اللي جابوكم مرتضى منصور واقع، غصب عن عين اللي جابوكم مرتضى منصور غير خريطه الكوره في الزمالك، غصب عنك خلاها على مزاجه، بناها براحته، لان مفيش زملكاويه قدروا يواجهوا ده في الجمعيه العموميه. ده بيحسسني ان كاني في امير جماعه، امير جماعه حس كده ابو الليف المحروسي ولا مش عارف ايه، امير جماعه من الجماعات الارهابيه، قال لك عايزين نعمل بيان نعمل بيه قلق للدوله. ده مش بيان كوره ولا بيان ضد الزمالك، بالعكس يا ابني انت غبي، انت غبي. النهارده مرتضى منصور رئيس شرع النادي الزمالك امام الدوله بالجمعيه العموميه، بيان زي كده المسؤول هيكلمك انت ولا هيكلم رئيس النادي؟ هيطلع مرتضى منصور هيعلق على البيان ده هيقول ايه؟ لن نسمح لهؤلاء انهم يكرروا معانا تجربه حازمون مره تانيه. واحد مش عارف اسمه هاف جيج مين بيقول لك بطل تطبيل وتهليل، يا ابني اش فهمك انت؟ يا ابني اش فهمك انت؟ مش ناقصه قرف يا ابني اش فهمك؟ نحن نخاطب اللي بيفهم والاذكياء فقط، مش ناقصه قرف. فمش عايز اتكلم كتير في الملف ده، ولكن هذا بيان مخزي وبيان فاشل وبيان مردود عليه. وأناشد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية والمسؤولين في الدولة مزيد من الحزم لعدم دخول هذه الفئة الضالة التي تعتبر المنافس ليها عدو وبتعتبر التنافس حرب لابد من بترها تماما من مجتمعنا. لابد من بثرها تماما من مجتمعنا.